أهلا بكم من جديد في شباك الفنون. اليوم نسلط الضوء على الفيلم السوري يوم أضعت ظلي، حيث شارك فيه نخبة من الفنانين والممثلين السوريين المقيمين في لبنان وفي الخارج، والفيلم من إنتاج سوري لبناني فرنسي قطري مشترك، شارك في عدة مهرجانات عالمية. نشاهد مقاطع من الفيلم ومن ثم نبدأ نقاشنا مع الفنانة سوسن أرشيد التي فازت بجائزة أفضل ممثلة ضمن مهرجان فانكوفر السينمائي الكندي عن دورها في الفيلم. هلا بيكون جوزك على الدنيا عليكي. ما نهو. وين؟ سمعت انكم رايحين تجيبوا غاز. لا مو رايحين. انت دليني على المحل وبروح لحالك. خافت. في اوتيلات هون بدوما؟ ايه، وفي هابي لاند كمان اذا بدك. وقف وقف، ما فيني وقف، ما فيني وقف، يعني ما فيني وقف. ممكن اطلع منسكوني مرة ثانية. ما فينا شعل نار اكثر من هيك. ما بنعرف منطق من هون. يعني اعترفت انه ضايع. اذا ارحب بسوسن ارشيد التي تنضم الينا من فرنسا عبر سكايب. مساء الخير يا سوسن، والف الف مبروك الجائزه. اهلا فيكي ديما. بدي اسالك، نحن بلشنا الحلقه بموضوع رئيسي عن الثقافه والفن بمواجهه طبعا اله النظام القمعيه، وخلال 8 سنوات الماضيه من عمر الثوره، برايك هل انتصرت الثوره ثقافيا وفنيا؟ على الاقل ربما لم تنتصر سياسيا. بظن ايه، يعني العالم كله اللي طلعت لبرا قدرت تشتغل على افلام وثائقيه، على افلام فنيه تمثيليه، وصار في كثير ناس حصدوا جوائز مهمه، سواء بالافلام القصيره او بالافلام الوثائقيه او الافلام الطويله. ولسه الحبل على الجرار، يعني العالم لسه عم بتفكر وعم تشتغل وعم بتحاول توصل يعني وجهة النظر الثانية عن ما يحصل، عن ما يحدث في سوريا. نعم سوسن، أنت عايشة بفرنسا منذ سنوات، وقبل طبعا كنت في لبنان، وتنقلت في عواصم أوروبية بعد هذا الفيلم تحديدا يوم أضعت ظلي للمخرجة الصديقة سؤدد كعدان. طبعا برأيك هل فعلا السينما اليوم أو الفن السوري قادر على إيصال ما تكلمت عنه، عن إيصال قضية السورية كما نريد لها أن تصل؟ قدران يوصل، يعني قدران يعمل سبوت على جوانب صغيرة من اللي عم يحصل. ما بنقدر نحكي عن كل المشكلة، ولا بنقدر نحكي على كل ما حدث في الثورة من أول ما بلشت لهلا، بس عم نحاول نلقي الضوء على بعض الأشياء يلي حابين نحكي عنها، مش عم ما نغبن العالم كلهم يلي راحوا يلي ماتوا يلي بالمعتقلات يلي هلا مشردين بكل العالم، مش عم ما ينغبنوا حقهم لانه ما عم ينحكى عنهم بالاعلام مثل ما لازم ينحكى عنهم. فالمفروض نحن كفنانين وكمخرجين وككتاب مناصرين لهي الثوره انه نحكي. نعم، قد ايه كان صعب مشاركتك بالفيلم سوسن، وخاصه انا شاهدت الفيلم في لندن قبل اشهر طبعا، وأول شيء ذهلت، قلت معقول سوسن وسؤدد والممثلين الآخرين زاروا سوريا لتصوير الفيلم؟ يعني الجغرافيا قريبة جدا من جغرافيا سوريا، وهو صور في لبنان. قد ايه صعب كان هذا الشيء؟ هذا الشيء الحقيقة جهد سؤدد،
لأنه هي اللي دورت وبحثت وحاولت تقرب قد ما فيها لأنه المشاهد أنه وقت يتفرج يفكر أنه فعلا هذا الحكي تصور بسوريا. نحن لأن إجينا على مواقع التصوير كان كل شيء جاهز ومختار، فهي لإلها يعني بيرجع الفضل بهذا الموضوع. لكن بالتأكيد ذكرك موقع التصوير بسوريا بالغوطة تحديدا. أكيد أكيد أكيد، إيه هذا الشيء كتير ساعد أكيد. نعم. من جهة أخرى سوسن، تعتقدي أنه الثورة أثرت اليوم الفنان والمبدع فصار مطالبا بتقديم إنتاج محدد وفق معايير معينة، وإلا اتهم بالتخوين كما حدث قبل فترة طبعا مع المخرج السوري طلال ديركي، وكما حدث في يوم أضاءت ظلي البعض انتقد الفيلم أنه صور وكأنه الثورة إسلامية. هلا قصة التخوين هي قصة أنا بظن يعني لا، ما لازم نحن ما لازم نحس حالنا إنه محصورين نتيجة هي التعليقات اللي عم بتصير أو هذا التخوين اللي عم بيصير. نحن لازم نحكي وجهة نظرنا مثل ما نحن شايفين القصص ومثل ما نحن على شو حابين نضوي. ليش؟ لأنه بالعموم الناس اللي عم تحكي نحن ما لنا متعودين على إنه نسمع وجهة نظر الآخر ونحاول نفهم شو عم بيقول الآخر، وإذا كان شوي وجهة نظره مختلفة عن وجهة نظرنا نحن دغري منبلش نخون، منبلش نقول إنه لا هذا الحكي ما نو صحيح، ما منحاول نسمع بعض. فلازم نضلنا مسابرين بهذا الاتجاه إنه نحن نحكي وجهة نظرنا مثل ما حابين نحكيها بغض النظر عن شو رح نستقبل من الأطراف الأخرى، نعم. بس قد ايه كمان لانه لا يعقل، بس قد ايه محبط كمان سوسن انه اليوم بعد 8 سنوات على عمر الثوره، بعد كل ما دفعه الكثير من المثقفين والمبدعين من اثمان باهظه فعلا وتركوا بلد وهجروا، صعب كثير ان يخونوا من كل الاطراف، صحيح؟ ايه مزبوط. مزبوط عم تحكي 100%، بس انت كمان ما فيكي تفصلي العالم اللي عم بتخون هلا. انا وجهه نظري الشخصيه انه نحن ربينا بمدارس حزب الطلائع بعدين الشبيبه، فنحن بشكل او باخر في عنا ايديولوجيا بمخنا لها علاقه بانه يا اما الاخر هو وجهه نظره مثل وجهه نظري تماما طبق الاصل، يا اما انا بدي اروح باتجاه اني خونه. وهي بدها سنوات لحتى نحن نصير نسمع بعض صح، لحتى نصير نفهم بعض صح. أنا ضد هذا التخوين اللي عم بيصير، إيه مؤلم كتير معك حق 100%، بس لازم نفهم إنه هذا التخوين ما له، كيف بدي أقول لك، يعني ما له أرضية، نعم، ما له حقيقي. سوسن، يعني هو كلام على صفحات التواصل. بما أنه عم نحكي كمان عن الثقافة والفن بزمن الثورة إلى ماذا أسسوا خلال 8 سنوات الماضية، ما في اتجاهل أيضا التهميش الكبير الذي تعرض له الكثير من الممثلين مثلا، وأنت واحدة منهم. لا مزبوط مزبوط. إذا بس تحكي لنا عن التهميش اللي تعرضت له خلال 8 سنوات، إن كان طبعا المبادرة لمنحك أدوار درامية أو السفر أو المشاركة بمهرجانات. ايه تعرضت لتهميش له علاقه، اصلا ما عاد فيني اشتغل بالدراما السوريه بشكل عام، وما كثير بيحزنني الموضوع لانه حقيقه هذا مفروغ منه يعني. ايه تماما، عم بشتغل على المشروع الخاص هلا. ايه طبعا صعب، صعب السفر، صعب اني اشارك مهرجانات عربيه لانه صعب الحصول على الفيزا. اي تعرضنا للتهميش، بس هذا جزء صغير عم ندفعه، في عالم دفعت اسمان اغلى من هيك بكثير. عم نلاقي بس عم نحكي عن جزء من الحصار يعني اللي عم تتعرض له ايضا الثقافه الجديده، خليني اقول الثوريه، هو هذا انه حتى الدراما العربيه لم يعد الفنان السوري الثوري يعني مرغوبا به، خليني اقول. ولا النصوص يلي لها علاقه بالثوره او بتحكي شوي عن الثوره الى مكان او الى مساحه لتحكي عن همومها وعن يلي عم بتعانيه، ولا يعني
قصدي بالدراما تحديدا، اذا بدنا نحكي عن دراما تلفزيونيه، فكل تلفزيون له الخط تبعه والايديولوجيا تبعه، فانت ما فيك تفوتي بمسلسل او عمل ثوري، وخاصه بعد الاحداث السياسيه اللي عم تصير هلا على ارض الواقع، والطبخات السياسيه. فعم نحاول نحن كممثلين نلاقي مخارج اخرى اللي لها علاقه بانه مثل ما عم بتشوفي افلام سينمائيه للمهرجانات لحتى نوصل نعم وجهة سوسن، نظرنا. بعيد أو عن المهرجانات، وسؤال أخير بعتذر لضيق الوقت، يعني الفيلم يوم أضعت ظلي يصح الحديث عنه في العيد الثامن لذكرى الثامنة للثورة السورية، يصح عنه في أي وقت الحديث، وأيضا يصح عنه الحديث في يوم المرأة الذي يعني مر قبل أسبوع، لأنه هو بيحكي عن معاناة المرأة السورية بشكل أو بآخر، وعن فعلا البطولات اللي عم بتقدمها بعيدا عن الإيديولوجيا. ما قصدي بكلمة بطولات شيء إيديولوجي. هل عرض الفيلم بأي منطقة من مناطق سوريا بعيدا من المهرجانات؟ لا طبعا، لا لا لم يعرض. يمكن المهرجان الوحيد العربي عرض بالأردن، عرض بمصر بالجونة في فقط سوريا لا غير. بالمناطق المحررة هل حرصتم على إيصال الفيلم؟ لا، لأنه ما في عندهم هموم ومشاكل أكبر بكثير من إنه فابنك بظن إنه سوسن يطلعوا له. عمي حبيبي، ها هي لنكرس الحديث خلص هو عن هيك. المرأة، عن المرأة، فبنتركك. إذا سوسن سرقناكي، بنعتذر يوم أحد حبيبتي من شكرا البيبي. كثير لك ديما أوكي، شكرا بكل كثير الأحوال، سوسن إن شاء الله أكون قدرت لمشاركتك. وصلت فكرتي، أكيد ما شتت كثير على الموضوع. لا أكيد، شكرا كثير. إذا سوسن أنا أرشيد حبيبتي، كانت معنا من فرنسا. باي باي.